داو لي كاروسو ديالو. هاد الناس ما عندهمش اذن من هاد العامل بانهم باش يخرجوا باش يشدوا كراس، ما عندهمش رخصه. هو الطفي الحال فاش كاروس الوحيده اللي شدوا هي كاروس ياسين، هي اللي داو الفوريه من دوا وداو على راسه، شدوا تمانيه تعداو عليه بقاو كيشتفوا عليه وكيضربوا فيه. انا ملي مشيت تما لقيتهم كارفص. فين داو؟ واش داو الفوريان ولا فين؟ داو اخويا الكوميساريه، بغاو يديروا مقاطعه ولا كوميساريه؟ كوميساريه داروا مع داك الشيء تكار مو تكارفصوا عليه. شوف عاود لينا بالتفصيل اخويا. تكارفصوا عليه من تكارفصوا عليه في الطوموبيله ديالهم وتمانيه من الزمان تضربوا على الدو تمانيه الكوميساريه اخويا داروا مع ديك الكره مع الدوش كمان. مخالفة ديال الكمامة، مخالفة ديال الكمامة، بقى كيتساعد معاهم، خرجوا البوليس، مشى عند المقاطعة قال لي صافي أنا غنمشي عند المقاطعة غنهضر معاهم على أساس باش خرج الكروسة ولا تا الصباح ونمشي نجيبها. عاود مني مشى عندهم ثاني السيد، عاودوا تعاملوا معاه بنفس الطريقة اللي تعاملوا معاه بها المرة الأولى، دخلته لداخل وليتي كنلقى يدك كضرب فيه، دورته كاملين، قوات المساعدة كاملين كتشف ليه على صدره. بنادم من خرج صافي، هو راه محرقش راسو على الكاروسه ولا شي حاجه، حرق راسو على الظلم، تلقاه تعدى عليه، تعدات عليه السلطات المحليه وما عندهمش الحد باش يشدوا الكراس. العامل قال لي، العامل قال لي وانا ما عاطيهمش الرخصه باش يشدوا الناس كراس، كاينه كاروسه ياسين وحده في الفوريان يعني علاش؟ دابا الكاروسه ديال ياسين طلقوها ولا باقيين شادينها؟ اش باغينا نديروا ما عندنا ما نديروا دابا بهاد الكاروسه؟ حنا باغيين نديروا تتحرق من عارفوا السيد غيموت وغيطرى عليا السد عاد باش خرجوا الكاروسه. جاو عدوا هنا ولاو يقولوا لي صافي غتخدموا هادو راهم ورا قطعوا لي اسم السيد انه صافي راه غيموت. كنطالبوا من السي الحاج موشي ياخذ لنا الحق ديال ياسين. هاد السي الحاج موشي هذا بغينا حق ياسين ناخذوه خويا ولا غناخذوه حنا بيدينا. واش ياخذوا لينا هما غناخذوه حنا بيدينا. شي واحد يهضر؟ اهضر ولا عارف؟ عيب. شي واحد بغى يهضر؟ شي واحد بغى يهضر؟ شي واحد؟ اجينا. السلام عليكم. انا كنطالب بهاد الدريب ياسين ودنا وحبيبنا وكابر معنا، ماشي نقولوا كابر وسطنا ومسكين ضرب الهم الكحل ديال الحبس وديال الامورات وملي خرج كيديباني الوالدي باش يتعشاو شدوا لي الكروسه ما كاين مشكل، ديتو الكروسه شديتو الدري دخلتو المقاطعه عندكم، دخلتو المقاطعه ديالهم تكرفصوا عليه القايد والمخازنيه ديالو والمقدم، تكرفصوا عليه تكرفصه ديال المعقول، شاد في اللي على راسو طاح لي نوز الله تبارك المعقول. الدري مسكين من داك الحر ديال ديك العصوب داك الشيء فقد الشعور ديالو، خرج ما قدوش يتساعدوا معاه يديروا معاه شي حل باش يتفش مثلا ولا حاجه ولا يعطوا واحد المعنويات باش يكون هذا السيد داك. خرجوا هذيك الساعه داو حتى البوليس، تلقوا حتى مع البوليس تلقوا تما جا مسكين فايز الحق دار ديك المساله. حقره واش هو من اللي بغى يحرق راسو؟ حتى واحد ما تدخل، حتى واحد ما نو ما دخلتهم ما كيتفرجوا. السلطه كتشوف، كلشي كتشوف، كلشي كيتفرج. كان في الانعاش وكنت كنهضر معاه بحق بحال كبر. قال لي خليه، قال لي خليه يموت، خليه يدبر راسو، ما عندنا فيه غير هلا لا يسال فيه يموت. وماشي هو بزاف منهم، بزاف منهم كاين اللي سالي يدير شي لعيبه عن كيخطوا يشوفوا لي دولي. وحنا هاد البلاد راه مهمشه لا وزينات لا حي صناعي لا فين غيخدموا ولادنا والو. الدري اللي طلع اشنا هو السبب؟ الحبس. ديروا لي التجاره تاع شناهي مخدرات، الحبس دخل الحبس، ولادنا كلشي مشدودين حشومه وعار. حنا مغاربه وعاد سيدنا، حنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو والله يخليه لينا والله يعيشو. حنا كنطلبوا منو يدير لنا حل في هاد البلاد هادي. هاد الناس هنا حقاره، كان عندك الفلوس عيش، ما عندكش فلوس ما تدوش. ورقة ديك الاخرى لو مشيتي عند مدام قدم ولا حاجه بغات تشدها خاصك لا سير وما عليه وما لونه، خاصك واحد الشهر ولا شهرين وانت تطلع وتهبط على شهاده سكنه ما يعطوهاش لك. حرام عيب. حنا مغاربه، حنا ولاد الشعب، ولادنا ولاد الشعب، وسيدنا الله ينصره. اش كيقول؟
الدستور اش قال؟ حقوق الانسان، فين الكرامه؟ فين هو سميتو؟ لا ضايعين ضايعين فتقل. واش من بعد الموت ديال ياسين جات عندكم شي جمعيه؟ جات عندكم شي واحد؟ جات لا شيء ابدا الا واحد سيد. لا شيء. خلي هذا الشيء. ما جات جمعيه الصحه ما كاين حتى شي واحد اللي جا وقال لنا ودي هادشي راه غنديروا لا حكومه ولا كذا ولا سمحوا لينا ولا رحنا خلطنا ولا رحنا درنا ولا والو ما معتبريناش حاسبيننا احنا هنا ماشي بشر حاسبيننا حيوان مخوش حيت كنتو في هذه القريه هذه هاد سيدي بنور بورين مخوش حنا ماشي بشر وعسينا تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.